قرار صدر من نقابة المهن السينمائية لتعلن أكنها بتبشرنا يعني عدم ترشيح أي فيلم مصري للأوسكار لهذا العام. طبعا بيبقى فيه الأوسكار بدول بتخش بتقول أنا مرشحها فيلم أو اتنين من أفلامي بعد مشاهدة ورؤية ومتابعة وتقييم من الفنيين أو المتخصصين، بيقول والله إحنا اخترنا الفيلم ده يمثل مصر في الأوسكار أو الفيلم القصير أو الطويل أو غيره وفقا للشروط والاشتراطات اللي حطتها قواعد المشاركة في أوسكار، منها إن يكون في مشاركة جماهيرية، يكون العرض، يكون أعتقد إنه ما جرى خلال هذه الجولة من الاختيار، نقابة المهن السينمائية يعني خدت القرار بعد تقييم 19 من أعضاء اللجنة، منهم 11 قال لا ما نشاركش لأنه ما فيش عمل ينفع يشارك، وسبعة قالوا لا في ينفع يشارك، وحصل حالة من اللغط الشديد. خليني أروح للأستاذ طارق الشناوي الناقد الفني المعروف وعضو اللجنة أيضا. أستاذ طارق مساء الخير. اهلا استاذ مشهد، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. قول لنا ايه، انا قلت صح ولا انا مش متخصص؟ لا بس اللي انا سمعته يعني يا استاذ، بس ما سمعتش من الاول، انه النقابه شكلت لجنه فعلا من 18 عضو، منهم مخرجين ومنهم كتاب سيناريو ومنهم مديري تصوير وديكور ومونتاج ونقاد، فيها كل الاطياف. صحيح. والرقم ما عرفش انت جبته ازاي، بس هو رقم صحيح، ان 11 فعلا قالوا لا وسبعه قالوا نعم، يبقى كده 18 صحيح. هم عدد فعلا اللي صوتوا على الموضوع ده. عايز اقول لك بنحترم، وانا لازم احترم وكل الناس تحترم فكره الاغلبيه، طالما ارتضينا كلجنه ان يحكمنا قانون الديمقراطيه فيجب ان نحترم الديمقراطيه، مش كده؟ صحيح. انا كان لي وجهه نظر ثانيه غير الاغلبيه النسبيه، ورغم ذلك دافعت عن القرار وقلت لا يا جماعه لازم ندافع عن قرار طالما الاغلبيه ارتضته. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، احنا رد في الفعل اكبر كتير من الفعل. انت عارف التقدم للاوسكار ده زي ايه؟ اتفضل. بالظبط هقول لحضرتك، مثلا نقابه الصحفيين بتقول لو انا او عندي مقال او غيره عندي مقال او ده عنده حوار بيتقدم للنقابه، بيستشترط ايه فيك؟ انك تكون عضو في النقابه، مش كده؟ صحيح. لا تشترط حاجه ثانيه. الشطاره بقى مش ان انا اتقدم للنقابه بالمقال بتاعي او الحوار بتاعي عشان اخد جايزه، الشطاره ايه؟ ان انا اكسب، مش كده؟ ده يبقى خبر. ده المعيار. وده الخبر، انما الخبر ان احنا نكتب خبر كل سنه تشترك مصر بفيلم كذا في اوسكار، السنه دي كان 95، اوسكار 95 او اوسكار 94 او مش ده الخبر. الخبر هل انا كبلد شاركت، لان كل دوله لها فيلم واحد. كويس. هل انا يعني عندي امل كبير؟ هل انا راضي عن الفيلم ده طموحاتي يحققها هذا الفيلم، يحقق طموحاتي الفنيه عشان اتقدم له؟ انا كان احنا طبعا كل تجاربنا وعلى الاسف ما كانتش ناجحه، ولكن اذا في فيلم هناك امل، وامل الامل ده بيقره الجماعه وليس الفرد، مش واحد، لا دي جماعه 18 واحد، يعني من الصعب لحد يقول ان دول يعني حد قال لهم روحوا اتجاه او رفضوا فيلم او وافقوا على فيلم معين. اللي صحيح. انا احزنني الحقيقه ان البعض وبعضهم من الزملاء بيتشككوا في الزمن، باي زمن ممكن تتشكك فيه، مين هو عنده مصلحه انه ما رشحش ده او يرشح ده، وليه الناس تبقى تسارع كده بالاتهامات. لجنه ارتأت اغلبيتها انه ما فيش فيلم من الاربعه المعروضين، الاربعه اللي كانوا بينهم الترشيح كان كيرا والجن وكان الجريمه وكان قمر 14 وكان 19 ب، دول اربعه افلام فقط هي اللي كانت اللي انتقتها اللجنه وقالت هنتفرج عليها ونقول راينا. فكان اول قبل ما نوصل لانتقاء فيلم من الاربعه، لان انت مش من حقك تنتقي سوى فيلما واحدا. صحيح. هل يا جماعه مصر عندها فيلم ينفع ولا لا؟ فكانت الاغلبيه مع لا خلاص، يبقى حتى لم نناقش الافلام، لانه كان من الاول كان في رفض لفكره الترشح هذا العام، هذا ليس فعلا. ليه يا استاذ طارق كان في رفض مسبق يعني؟ اكيد اللي قالوا لا شايفين ولا فيلم من الاربعه بيحمل جماليات ممكن
في الأوسكار يقبلوه. والقبول هنا يعني إيه؟ إنك أنت في ديسمبر، نهاية ديسمبر القادم ده، تبقى من ضمن ال 15 فيلم بيسموها القائمة الطويلة. يعني معناها لو قلنا هو غالبا 80 85 أقل شوية أكثر شوية، دولة بتتقدم ب 85 فيلم، فيبقى أنت من ال 85 بقيت من ال 15، فمعناها إنك عملت خطوة كويسة. هنا النجاح بقى، هنا يبدأ مشوار النجاح ده، يبقى خبر اللي بعده نبقى في القائمة القصيرة، لما اللي هي الخامسة بتبقى في شهر فبراير، ده خبر. لكن هو لم نحصل ولم نصل طوال التاريخ لا قائمة طويلة، وبالتالي لم نصل القصيرة. يعني عمرنا ما وصلنا يا استاذ طارق الى القائمة لا الطويلة ولا القصيرة قبل كده. اكيد بدل ما وصلش للطويلة يبقى لم تصل للقصيرة، يعني الطريق للقصيرة هو الطويلة. يعني لم نصل قبل كده. وبعدين عدد من الدول العربية شاركت ووصلت، فعشان كده علينا مسؤولية كبيرة وعلى اللجنة ان هي تفكر كذا مرة، طب ايه الفيلم اللي ممكن يوصلنا؟ وصير ايضا لغط حول فكرة انه هو الاوسكار بيضع قواعد، وانت كنقابة او كجهة بتلتزم بقواعد الاوسكار وليست قواعدك، مش كده؟ طبعا. فالاوسكار ايه قواعده؟ الاوسكار بيقولك قدم لي يوم 2 اكتوبر اخر ميعاد، فانت بتدي فرصة اغلب الافلام تكون خدت حظها واتعرضت، او على الاقل انجزت وخدت تاريخ عرض، وبيديلك من 3 اكتوبر حتى 30 نوفمبر، يعني قرابة شهرين، لو عندك فيلم واخد تاريخ عرض جماهيري اوكي ممكن يشارك. فالنقابه بتلتزم بقواعد الاوسكار، مش هي الوضع القواعد، مفهوم. الاوسكار بيجي لك المساحه دي عشان اللغط اللي حصل 19 ب، برافو عليك. فده مش قاعده وضعها النقابه، لا دي قاعده مطبقه في الاوسكار. السنه اللي فاتت حصل ايه؟ انه قالوا فيلم، في فيلم اسمه سعاد كان واخد تاريخ عرض، وبالتالي وافقوا على اشتراكه، حصلت مشكله قانونيه ما تعرضش. كويس؟ هنا دي ليست مخالفه عند النقابه، ليه؟ لان الحكايه دي قد بتحصل في امريكا ايضا، ان ممكن تاخد ميعاد عرض وما تعرضش. مش كده؟ ده بديهي. وشفنا افلام ايام كورونا تحديدا بعد ما اعلنوا هنعرضها واضطروا يتراجعوا لانه لقوا انه لا استنى شويه او كده. فعايز اقول لو كان النقابه السنه اللي فاتت ارتكبت خطا، كان اول حاجه هيعملها اداره الاوسكار او الاكاديميه كانت ايه؟ منع نقابه السينمائيين المصريين من حق ترشيح في الممر. صحيح. لكنها لم ترتكب خطا. اللي حصل خارج عن ارادتها انه رفعوا دعوه على بعض، الكاتب والموزع، حاجه كده، حاجه قانونيه مش عايز اشغل الناس بيها، فلم يعرض. فبالتالي عندما تلتزم النقابه بان جالها فيلم واخد تاريخ عرض قبل 30 نوفمبر ومقدم ده عن طريق غرفة صناعة السينما، يعني في توقيع من غرفة صناعة السينما المصرية ان هذا الفيلم سيعرض مثلا مش عارف يوم 21 او حاجة كده نوفمبر، فبالتالي انطبقت عليه الشروط. هل اخطأت النقابة عندما طبقت قانون الاوسكار وليس قانونها؟ اكيد لا. طيب طب ليه سيادة المخرج مجدي احمد علي كان امبارح في مداخلة مع زميلنا محمد الباز، وكان يعني فهمت منه انه انسحب باثنين ثلاث حرب لاعتراضه على قواعد الاختيار. من حقه، يعني عايز اقول ما تقدرش تجبر حد غاضب الا يعلن غضبه، يعني عايز اقول الغضب ده بيحصل كتير في اغلب، هل في نتائج لجنة تحكيم مثلا ارضت الملايين ولا دايما هناك غاضب؟ صحيح صحيح. وبنحترم الغاضب، يعني عايز اقول انا لا، يعني انا عمري ما هاجي اقول ان هو غلطان، غضب واعلن غضبه اوكي، بس انا بحكي لك على القواعد المطبقه. النقابة لم تخطئ لا العام الماضي ولا هذا العام. طب استاذ طارق عشان الجمهور برضه يعني دي مشاكل، لكن في الاخر بيقول لك امتى يبقى عندنا فيلم مصري يخش في القائمة القصيرة الاوسكار؟ ده مهم. طويلة. طب استاذ نشأت نبدا بالطويلة. انا عندي طموح، انا عندي امل كبير، وانا عندي طموح اكتر منك والله، ناخد الاوسكار كمان. ما انا عندي طموحك هو طموحي اكيد وطموح اي مصري. طب ايه الطبخة؟ ايه الخلطة؟ ايه المعادلة؟ ايه الطريق؟ بص انا واثق، وهذا الكلام مسجل، انا واثق مليون المية ان مصر ستصل للاوسكار، وانه في جيل جديد فعلا عنده افكار وعنده لغة. خد بالك هي المشكلة ايه؟ ان اغلب افلامنا بينقصها اللغة العصرية، هي ليست لديها لغة عصرية. السينما زي كل حاجة في الدنيا بتتطور اللغة بتاعتها، فمع الاسف جزء كبير من افلامنا بينتمي لفكر قديم، فبالتالي المهرجانات لا تقبل عليه.
الجيل الجديد الحقيقة عنده قدرة على قراءة اللغة الحديثة، وبيقدم أفلامه بلغة مغايرة وبلغة جديدة، ممكن إن إحنا نكسب فعلا جوائز قادمة، يعني يا ليس مستبعدة السنة الجاية إن شاء الله بيبقى بنتكلم على الفيلم الـ مش هقول لك بقى القائمة الطويلة ولا القصيرة، الفيلم المصري اللي خد الأوسكار، ليه لا؟ أنا لا أتصور إنه مصر التي أنجبت كل هؤلاء العباقرة عبر التاريخ مش هتنجب عبقري يجيب لنا الأوسكار، هتنجب. صحيح صحيح. أستاذ طارق، أنت الأربع أفلام اللي هو اتنين طلعت حرب وكرة والجن وقام 14، لا 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 لا، اتنين طلعت حرب مجدي سحبه ما عادش موجود. ده بره، يبقى تلات أفلام اتفرجت عليهم. أربعة أربعة يا أستاذ، أربعة. الرابع 19 بيه. برافو عليك. دول أربعة أفلام. تمام. ولازم، لا طبعا اتفرجت عليهم وكتبت على بعضهم كمان. طب قول لي إيه رأيك في يعني. لا مش عايز، ما بص اللحظة. ما أنت خلاص اللجنة خلصت. لا لا لا، لحظة حساسة. إنه اللي هتقول لك طب وهو ليه ما رشحش الفيلم ده اللي قال عليه كلام كويس مثلا؟ ما هو ده قرار جماعي. مش كده؟ ده قرار ليس قرار طارق الشناوي. انا بكلم طارق الشناوي الناقد اللي بثق فيه. ما اللحظه دي يا استاذ نشأت صعبه قوي تتكلم عن تحليل لافلام اصحابها. بعضهم حاسس بالظلم، وده احساس عادي، بس عايز اقول لك هي ليس انتصارا ان نشارك في اوسكار، وليست هزيمه الا نشارك. الانتصار الحقيقي ان نصل ولو القائمه الطويله، وهذا لم يحدث. بس نتمنى السنة الجاية، عندي طموح وعندي أمل. لم تخطئ النقابة إطلاقا، طبقت كل القواعد، وهي لم تضع القواعد، هي طبقت القواعد، فما ينفعش حد يتشكك في ذمة ناس ولا في عدم مشروعية نقابة. أنا رأيي إن ده كلام مبالغ فيه ولا يجوز. أنا بشكرك جدا الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي.